رد رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون زيارة رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط إلى الرابي، فحضر عون إلى كليمنسو حيث أجرى جنبلاط جولة أفق تناولت آخر التطورات على الساحتين الداخلية والإقليمية بدءا من ملف العسكريين المخطوفين والحرب العالمية على داعش، غير أنهما لم يبحثا بالموضوع الرئاسي على حد تعبيرهما. أنا رأيي ضد التمديد، بس ما حكيتم متني ولتوا صفقة التمديد، انه خلص صارت واضحة صفقة التمديد. طيب جاوبنا اليوم الرئيس بري انه لا عاد انا ماني زعلان، والبرهان على ذلك قدمت ترشيح. جنبلاط اكد من جهته انه مقتنع بالحيثية الوطنية للعماد عون بالترشح للرئاسة ليعود، ويؤكد انه لم يبحث الموضوع الرئاسي مع عون. ما حكينا بالموضوع الرئاسي، حكينا بمواضيع بتهم امن الوطن والوحدة الوطنية وأهمية التنسيق بين مالي، تنسيق باقي والتنسيق مستمر، والهموم اللبنانية والمنطقة أيضا مشاركين فيها. ولباك رح تمشوا بالتمديد، رح تمشوا بالتمديد. بأيد اللي قالوا ميشيل عون، بأيد اللي قالوا العماد ميشيل عون بهالموضوع، إذا فينا تكون استحقاقات بموقعها بمكان بيلو. البيك أيد كلام الجنرال عن أن التحالف الدولي في مواجهة داعش منقوص إن لم يكن التحالف الدولي تحت الفصل السابع.